أهلا بكم. لماذا تدعي الميليشيات الموالية لإيران في العراق مطالبتها بتحرير القدس وهي من ارتكبت جرائم وصفت بجرائم إبادة ضد الفلسطينيين في العراق بعد احتلاله؟ ما أوجه الشبه بين جرائم القتل والتهجير القسري المرتكبة في العراق على يد الميليشيات المدعومة من إيران والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني على أرض فلسطين؟ وما المطلوب عربيا وإسلاميا ودوليا لإيقاف هذه الجرائم سواء في العراق أو في فلسطين؟ هذه المحاور وأكثر نناقشها في هذه الحلقة من تحت الضوء. نشاهد بداية هذا التقرير. يعاني الفلسطينيون منذ الاحتلال الصهيوني وحتى اليوم من العدوان والهمجية وسياسة الاعتقال والتهجير لتهويد فلسطين وطرد أهلها الأصليين منها، والتي كان آخرها محاولة إخلاء مساكن حي الشيخ جراح في القدس. بذات الطريقة الممنهجة والأسلوب الصهيوني تعمل الميليشيات المدعومة من إيران منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 من خلال اعتقال العراقيين وتهجيرهم من مساكنهم بالتهديد وقوة السلاح لإحداث تغيير ديموغرافي على حساب السكان الأصليين، كما حدث في جرف الصخر ومناطق من حزام بغداد وفي ديالى وصلاح الدين وغيرها من المناطق التي هجر أهلها من قبل الميليشيات الطائفية. خطب وشعارات وتظاهرات وشجب وتنديد يرافقها تصريحات وتهديد ضد الاحتلال الصهيوني لفلسطين. هذا ما تفعله الميليشيات والأحزاب الحاكمة في العراق اليوم لركوب موجة نصرة فلسطين والمسجد الأقصى والمتاجرة بالقضية الفلسطينية، إلا أن حقيقة الأمر تصب في تحقيق غايات سياسية ودعايات انتخابية. فإن هذه الأحزاب بميليشياتها هي من هجرت وقتلت الفلسطينيين المقيمين في العراق بعد 2003. الشعب العراقي مستنفر تجاه قضية فلسطين رغم ما يعانيه من تبعات الاحتلال ومن محاولات سلخ هويته وتقسيم بلده وتوطين الاحتلال الإيراني وحملات إفساد المجتمع والسعي الدائم الذي تمارسه العملية السياسية والقائمون عليها لصرف انتباه الناس عن حقيقة قضيتهم وهدف أمتهم بالأبرز، بحسب الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. ومن هنا تحاول الميليشيات والأحزاب السياسية كسب عواطف الشعب العراقي وحبه لفلسطين لتمرير مخططاتهم والتغطية على جرائم الميليشيات بحق العراقيين والفلسطينيين على حد سواء. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة وهم كل من ضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي العراقي. أهلا بك أستاذ نظير. وعبر الأقمار الصناعية الأستاذ أحمد كامل الكاتب والباحث السياسي السوري. أستاذ أحمد كامل مرحبا بك. مرحبا. بداية أبدأ معك أستاذ نظير، يعني خطب وشعارات وتصريحات تهديد للكيان الصهيوني، هذا ما تقوم به الميليشيات الموالية لإيران في العراق. كما هو معلوم أن هذه الميليشيات ارتكبت جرائم بحق الفلسطينيين بعد احتلال العراق مباشرة، إذن ما حقيقة هذه الشعارات؟ يعني أنا أرى هذه الميليشيات الموالية لإيران، بل ليست هذه الميليشيات فقط، إنما كل المحور الإيراني يتخذ من الدعاية والبروغاندا الدعائية وسيلة فاعلة لتحقيق أغراضه. وواحدة من الأمور التي تلامس شغاث القلوب بالنسبة للعرب والمسلمين هي القضية الفلسطينية، لذلك يتخذ منها هذا المحور الإيراني يعني دعاية كبيرة بأنه هم الداعمون وهم الذين يعني يساعدون الفلسطينيين وهم المدافعين الحقيقيين عن الحقوق الفلسطينية، وبالتالي الغرض من عندها هي محاولة التغلغل في الأوساط العربية والإسلامية. بل أنا أرى أن حاجة المحور الإيراني لغزة أكبر بكثير من حاجة غزة والفلسطينيين إلى إيران. لماذا؟ لأن يعني فلسطين وما يحدث في غزة هي المفتاح والمبرر لهذا المحور الإيراني للتغلغل في العالم الإسلامي. كيف يستطيعون أن يغطون على جرائمهم التي يرتكبوها في العراق وسوريا واليمن والبحرين وفي كل مكان؟
من خلال الادعاء بأنهم هم محور المقاومة، وهم من يقف أمام إسرائيل، وهم من يقفون أمام شيطان أكبر وشيطان أصغر. والحقيقة أن ما يسمى بالجمهورية الإسلامية في إيران منذ أن جاءت في 79 وحتى الآن لم تطلق رصاصة على الكيان الصهيوني، وما يسمى بحزب الله هو لم يقاتل إسرائيل من أجل تحرير فلسطين أو تحرير القدس كما يدعي، إنما لأنه يحافظ على بقعته في جنوب لبنان، لأن هي مصدر قوته وهي التي يستطيع أن يتحكم بكامل لبنان من خلال سيطرته على هذا الجنوب. يعني القدس التي يدعي يعني المحور الإيراني برغبته بتحريرها يذهب ويرسل حزب الله اللي يعني معبأ بالترسانة الإيرانية، يذهب ليقاتل في سوريا دفاعا عن نظام هو أحد الأنظمة اللي كان يحمي جبهة الشمالية لإسرائيل، كان يقتل أهل سوريا بحجة تحرير فلسطين، كانت الميليشيات تقتل بالعراقيين بحجة تحرير فلسطين، والحوثيين يقتلون باليمنيين بحجة تحرير فلسطين، ولا أعلم تحرير فلسطين. يعني هل فقدوا البوصلة؟ هل لا يعرفون جغرافيا يعني جغرافيا المنطقة؟ ألا يعلمون أن القدس موجودة في فلسطين واتجاهها معروف؟ يعني لماذا؟ يعني أنا هذا الأمر أنا أختصره باختصار، هو مدخل إلى زيادة نفوذهم في البلدان العربية والبلدان الإسلامية من خلال الادعاء بأنهم يدافعون عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. نحن جميعا كعرب ومسلمين مع حقوق الشعب الفلسطيني ومع المقاومة الفلسطينية، ولكن ضد المحور الإيراني ومن يواليه من ميليشيات ومن يعني أفكار هدامة يحاول أن يروجها بالوسط العربي والإسلامي. أستاذ نظير، يعني هذه الشعارات والتصريحات للميليشيات هل ترى أنها ربما تغطي على جرائم ترتكبها؟ هي جرائم التهجير القسري، جرائم التغييب القسري، تطهير المدن وإحياء سكان مكان سكان آخرين في العراق، كل هذه الشعارات تجاه تحرير القدس في حين أنما تقوم به الميليشيات، هل تراهم مقنعا لدى الشارع العراقي أو لدى الشارع العربي؟ نعم، هم يعتقدون ذلك، يعتقدون أن الشعوب ليست لها ذاكرة. يعني خذ مثلا قبل يومين التيار الصدري خرج بتظاهرة كما يدعي أنها تظاهرة مليونية ونصرة إلى القدس، وعندما يوجه سؤال إلى مقتدى بأنه تقاتل قال والله إذا يجون البقية أنا أروح أقاتل، إيه صحيح، لكن لا يعلم بأن هذه الجموع وهذا الجيش المهدي اللي كان تابع له هو من قاد وهو من أشعل نار الفتنة الطائفية في العراق ب 2006، هو من كان يقتل المسلمين في 2006، بل هو من كان يقتل خصيصا الفلسطينيين الموجودين في بغداد وبالتحديد في حي البلديات، من كان يقتلهم؟ هو كان من يقتلهم، هو من كان يتصدر مشاهد القتل على أساس طائفي أو على أساس عرقي وبمختلف هذه الأمور. يا ترى من يريد أن يحرر فلسطين ويحرر القدس هل يقود حملات للتغيير الديموغرافي؟ يعني هذا النظام الحاكم في العراق وميليشيات التابعة له تقود حملة شرسة للتغيير الديموغرافي اتجاه مكونات عريقة بالمجتمع العراقي، سواء من يعني مكون عربي سني ولا مسيحي ولا يزيدي، كلهم هذه الميليشيات كان لها دور في تهجير هذه المكونات. لذلك يعني أنا أقول من يكون أو يرتكب أعمال إجرامية لا يحق له أن يدعي بأنه هو وطني ويساند المقاومين من أجل حقوقهم المشروعة، شتان ما بين الإجرام وما بين المقاومة الحقيقية. يعني أعطيني مثال يعني أستطيع أقتنع به بأن هذه الميليشيات هي مع المقاومة الفلسطينية، سواء التيار الصدري وباقي الطيف الواسع من الميليشيات التابعة لإيران. يعني هي أين قاتلت؟ قاتلت في العراق، قاتلت الشعب العراقي، وقاتلت في سوريا، قاتلت ثورة الشعب السوري، وقاتلوا ودعموا الحوثي الذي يقاتل الشعب اليمني. يعني أين إنجازاتهم؟ هل رأيت في يعني أو سمعت خبرا بأن صاروخ أو طلقة أو أي شيء صدرت من هذه الميليشيات اتجاه إسرائيل؟ لم نرى هذا الشيء، بل يعني بعيدا عن إسرائيل يا أخي ضربوا يعني أي شيء يتعلق بالمصلحة الإسرائيلية أو الأمريكية، لم نرى هذا الشيء.
هنا أستاذ نظير، كيف تقنع الميليشيات والأحزاب المدعومة من إيران في العراق، كيف تقنع الرأي العام بأنها فعلا يعني متعاطفة مع القضية الفلسطينية أو مع قضية القدس، في حين أنها لم تحاسب على جرائم ارتكبتها ضد الفلسطينيين في العراق في منطقة البلديات وغيرها من المناطق، في حي الصحة، في منطقة في جنوب بغداد وغيرها؟ هي لم تستطيع أن تقنع الشعاب. يعني الآن، يعني الآن انظر، يعني أنا أعتقد أن مواقع التواصل هي مرآة للرأي العام الشعبي إلى حد ما. انظر إلى ما يدور في مواقع التواصل واقرأ ما يكتب الناس الذين يمثلون هم ضمير يعني مفضوحين أمام الرأي العام، ويدركون بأن هذا الكلام مجانب بشكل كبير لحقيقة واقعهم. يعني أنت تقتل فلسطيني في بغداد وتريد أن تناصره في القدس، يعني هذا تناقض. بل هم كانوا يعني النظام السابق، لأنه فترة من الفترات كان يساعد الفلسطينيين ويعطي لعوائل الشهداء الفلسطينية، كانوا يلومونه أنه كان يساعد الفلسطينيين، بمعنى أنهم جاءوا بنظرية أخرى أنه لا يدعمون الفلسطينيين، بل بالعكس إنما يحاولون أن يقتلوهم ويهجرهم. أخي الكريم، يعني لو تعود بك الذاكرة سنة 2006 و2007، أين الفلسطينيين ذهبوا من بغداد؟ هاجروا إلى الحدود ما بين العراق وسوريا ونصبوا خيام هناك وتحت رعاية الأمم المتحدة. تعرف هذا الشيء؟ آلاف الفلسطينيين تم تهجيرهم من بيوتهم وهربوا من محاولة قتلهم وذهبوا على الحدود، لا هم يعني في العراق ولا هم في سوريا، إنما على المنطقة المحايدة ما بين العراق وسوريا. طيب سأبقى معي أستاذ نظير، سأعود إليكم. أستاذ أحمد كامل، الكاتب والباحث السياسي السوري، أرحب بك مرة أخرى. إلى أي مدى أستاذ أحمد يشبه الواقع في فلسطين وما يجري من عمليات تهجير قسري ضد الفلسطينيين على يد الكيان الصهيوني، إلى أي مدى يشبه الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن، لا سيما وأن يعني ننوه إلى موضوع أن عمليات الاضطهاد والتهجير القسري في فلسطين هي منذ 70 عاماً؟ الفلسطينيون عاشوا في العراق مدة 55 سنة بأمن وأمان، جرى عليهم ما جرى على الشعب العراقي عندما كان هناك حصار على العراق، تعرضوا للحصار عندما كان هناك حرب، كان عليهم حرب، عندما كان ديمقراطية كانوا يتمتعون بالديمقراطية، وعندما لا يكون ديمقراطية لا يتمتعون بالديمقراطية. 55 سنة من عام 1948 إلى عام 2003. والفلسطينيون في العراق يعيشون كأنهم مواطنون يجري عليهم ما يجري على العراقيين، لا زيادة ولا نقصان. ثم حصلت الكارثة في عام 2003 وبدأوا يتعرضون إلى أشياء تشبه وأحيانا أسوأ من التي تعرضوا لها في فلسطين. السياسات التي تتبعها إيران والميليشيات التابعة لها والنظام السوري وحزب الله في لبنان والحوثي في اليمن ضد الفلسطينيين تشبه كثيرا سياسات إسرائيل ضدهم، وأحيانا أسوأ من ذلك بكثير. ألوف الفلسطينيين تعرضوا في العراق، وأنا رأي ذلك رأي العين كصحفي، ذهبت إلى المخيمات التي كانت في الصحراء التي تحدث عنها الأخ ما بين العراق وسوريا، ذهبت إليها وصورتها، كنت أعمل مع تلفزيون البي بي سي وكلمتهم وحكوا لي الحقيقة التي جرت معهم. بدأت الأحزاب والميليشيات التابعة لإيران في العراق أولا بالتضييق، التضييق عليهم في مجالات العمل وفي إمكانيات العيش الطبيعي التي كانوا يتمتعون بها طوال 55 سنة، لم يمنحهم إياها نظام صدام حسين كما يزعمون، هذا كذب، وإنما منحهم إياها الشعب العراقي طوال 55 سنة. 55 سنة من 48 ل 2003 تغيرت أنظمة كثيرة جدا 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 في العراق، وكلها كان موقفها واحدا من الفلسطينيين في العراق، وهو الترحيب، وأنه يجري عليهم ما يجري على المواطنين العراقيين. فإذا أولا التضييق في العيش، في فرص العمل، في الحياة، في الدراسة، في الحركة، ثم انتقلوا إلى مرحلة أسوأ من ذلك وهي مرحلة القتل على الهوية.
مارست الميليشيات المجرمة التابعة لإيران القتل على الهوية للفلسطينيين في العراق، ثم الخطف، ثم التعذيب، ثم الاعتقال بدون مبرر، ثم التهجير، وتدفقت ألوف من الفلسطينيين في العراق نحو الحدود السورية أو إلى سوريا. هناك كثير منهم ذهبوا إلى سوريا، وفي بعضهم ذهب إلى كل مكان في العالم، إلى دول أوروبا. نفس السياسة ونفس الأسلوب الإسرائيلي، وأسوأ قليلا. أكرر، وربما كثير من الناس لن يصدقوا ذلك لأنه صادم جدا، ولكنها الحقيقة. السياسات التي تتبعها إيران والميليشيات التابعة لها والنظام السوري ضد الفلسطينيين في العراق وفي سوريا تشبه سياسات إسرائيل، وفي كثير من الأحيان أسوأ منها. والصورة الأشهر في القرن الماضي كانت صورة تهجير الفلسطينيين من مخيم اليرموك في مدينة دمشق، وسط مدينة دمشق، صورة لا مثيل لها. مخيم اليرموك كله دمر، دمره النظام السوري وحزب الله والميليشيات العراقية الطائفية التي أرسلتها إيران إلى سوريا. ارتكبوا فظائع بحق الفلسطينيين وبحق السوريين طبعا، لم يرتكبها لا المغول ولا التتار ولا الفرنسيين ولا الإنجليز ولا الصليبيين ولا أي محتل لهذه البلاد مطلقا. فظائع وغل وحقد وسوداوية ما طبيعية في المناطق التي كانوا يهاجمونها. في ريف دمشق، في مدينة الزبداني مثلا، كان الأطفال المسلمون العرب السوريون والفلسطينيون يموتون جوعا وهم يسمون حزب الله وكتائب النبي والرسول والأئمة ومش عارف إيش. نعم. يعني يموتون جوعا وهم يضحكون، يموتون المسلمون وهم يضحكون. أستاذ أحمد، لماذا من وجهة نظرك يعني تشابهت سياسات التهجير القسري في التي ارتكبتها الميليشيات في العراق، وكذلك نفس الجرائم التي ترتكب على يد الكيان الصهيوني في فلسطين؟ ترى ما هي الغايات الدولية من خلال هذه السياسة؟ هل هي يعني جاءت ضمن مصطلحات التي كنا نسمع بها يعني حتى ما قبل احتلال العراق، مثلا الفوضى الخلاقة، خارطة الطريق، وحتى الآن بمصطلح صفقة القرن؟ ما علاقة هذه المصطلحات التي تذكر عبر وسائل الإعلام الأمريكية وعبر تصريحات المسؤولين الأمريكيين وما يجري من جرائم تهجير قسري في البلدين؟ العقلية واحدة، الفكر الإجرامي هو لأنه هو يعني ليس فكر يقبل التسوية ولا يقبل حل وسط ولا يقبل وجود الآخر. قائم الفكر الإجرامي الموجود في العقلية الصهيونية هو نفسه الفكر الإجرامي الموجود في العقلية الإيرانية، وطبعا نحن نقصد نظام الملالي في إيران وليس كل الشعب الإيراني. نفس العقلية الإجرامية الإقصائية الاجتثاثية، لا يقبل تسوية، لا يقبل حل وسط، لا يقبل وجود الآخر. الصهيوني لا يقبل الوجود الآخر، والإيراني لا يقبل وجود الآخر، وهو عقله كله مركز على كيفية التخلص منه، كما قلت لك، وبالترتيب: بتضييق سبل الحياة أولا، ثم بالاعتقال والخطف والقتل والاغتيالات والرعب، بث الرعب، ثم بالتهجير القسري. هذا بالضبط ما فعلوه في كل مكان الصهاينة والإيرانيين. نفس العقلية، نفس الفكرة، نفس الروح، نفس الخطة، تشابه مرعب. يعني اللي أنتم تشاهدوه الآن في فلسطين نراه على الهواء مباشرة، ولكن للأسف لا نرى على الهواء مباشرة ما تفعله إيران وميليشياتها في العراق وفي سوريا، ولكنه في الحقيقة نفسه وأسوأ قليلا. أؤكد لك أنني ما رأيته رأي العين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين على الحدود العراقية السورية أسوأ مما تفعله إسرائيل، وما رأيناه رأي العين في سوريا ما تفعله إيران والميليشيات التابعة لها والنظام السوري
أسوأ مما تفعله إسرائيل، وهناك الكثير من الفلسطينيين والسوريين والعراقيين يحسدون الفلسطيني على أنه حجم العنف الذي تمارسه عليه إسرائيل أقل من حجم العنف الذي يمارس عليهم هم. نعم أستاذ أحمد. نعم نعم ابقى معي سأعود إليكم مرة أخرى. أستاذ نظير، يعني غالبا ما تتبع أو تسبق عمليات التهجير القسري تشويه للحقائق، يعني مثلا هناك مبررات تسوقها الميليشيات عندما تهجر أرضا معينة داخل العراق، مثل ما يحصل تشويه في أرض فلسطين منطلق من الكيان الصهيوني يستبق عملية هذا التهجير القسري. يعني الميليشيات تقول أن هناك مجاميع إرهابية، لذلك نقوم بهذا التمشيط وهذا التهجير القسري. الكيان الصهيوني أيضا يصف غزة بأنهم إرهابيون، كيف تنظر إلى الصورتين؟ والله مثل ما ذكر ضيفك الكريم، يعني قال أن هناك تشابه غريب ما بين الأساليب اللي يتبعها النظام الإيراني وميليشياته، وكذلك ما تتبعها إسرائيل، نفس المبررات نفس الأساليب. يعني مثلا في العراق عندما كانوا يهجرون مناطق كاملة بحجة أنها تحوي جماعات إرهابية، ليس هذا فقط، إنما يقولون أن هؤلاء المدنيين والعوائل المسالمة هي حاضنة للإرهاب، هي حاضنة لهذه الجماعات في جرف الصخر وفي حزام بغداد ومناطق أخرى. لذلك حتى عندما يمنعوهم من الرجوع إلى مناطقهم يقول يعني نحتاج تشيك أمني واسع، وأنه هذول كانوا حواضن للإرهاب، من الصعب جدا أنه يعودون إلى مناطقهم، ولكن بالحقيقة هم يريدون تثبيت واقع حال بتغيير ديموغرافي لهذه المناطق. بينما ترى في إسرائيل الطريقة متشابهة لكن ربما الأعذار مختلفة. يعني مثلا يعني عندما يكون هناك مقاوم يعني يتصدى للاحتلال يتم تهديم بيته ويعني جعل عائلته في الشارع، أحيانا يتم تزوير وثائق على اعتبار أن هذه البيوت بالأصل هي عائدة إلى جمعيات يهودية والآن يجب استعادتها، وشتى السبل للتضييقات من أجل إخراج الفلسطينيين من هذه المناطق. يعني مثلا لا يسمح لهم بترميم بيوتهم، لا يسمح لهم ببناء بيوت جديدة، لذلك تجد الفلسطينيين مضطرين يعيشون في بيوت متهالكة وقديمة لأسباب هي تتعلق في التغيير الديموغرافي للقدس وباقي المدن الفلسطينية. يعني ربما نتساءل ما هو السر في هذا التشابه ما بين النهج الإسرائيلي في حربه مع الفلسطينيين والنهج الإيراني وميليشياتهم في حربهم مع العرب والمسلمين. البعض يصف ما يجري من عمليات تهجير في العراق يقول أن المواطن العراقي أصبح لاجئا في أرضه. بالتأكيد، يعني مخيمات اللاجئين أو مخيمات التهجير المهجرين في العراق هي تشبه المخيمات اللاجئين الفلسطينيين. بالتأكيد، يعني مخيمات من 48 وحتى الآن، يعني تاريخ إعلان ما يسمى بدولة إسرائيل، امتلأت داخل فلسطين بالمخيمات. يعني قطاع غزة الغالبية منهم هم بالأصل كانت مناطق مخيمات وبعدين صارت مدن. نفس الحال الآن في العراق، يعني المخيمات كانت تحوي ملايين، هل تعلم ضخامة الرقم؟ بالملايين نعدهم وليس بالآلاف، وهي كأنه تكرار للسيناريو الفلسطيني. أنا تساءلت ما هو السر في هذا التشابه ما بين الأساليب الإسرائيلية والإيرانية. أنا أعتقد أن هناك بالنهاية هناك على المستوى الاستراتيجي هناك وحدة هدف. إيران تسعى لأن تتقاسم المنطقة بينها وبين إسرائيل، منطقة تحتكم عليها إسرائيل ومنطقة أخرى هي من تسيطر عليها إيران. على أي أساس حصل هذا الاتفاق مثلا؟ لأحلامهم المريضة، عندهم أحلام تاريخية. يعني كما تعلم أخي، تأسيس إسرائيل بالأصل هو كان على ادعاءات يقال إنها تاريخية، وأنا أقول إنها أساطير تاريخية، بأن هناك في هذه البقعة كانت دولة يهودية وتسيطر على هذه المنطقة بالكامل. بينما بالمقابل الإيرانيين لديهم أحلام قديمة تعود إلى ما قبل الإسلام باستعادة مجد دولة فارس، وعلى اعتبار أن هذه المناطق في ذلك الحين كانت خاضعة للإمبراطورية الفارسية. لو تلاحظ أخي، مناطق الصراع اللي الآن اللي هي مسؤولة عنها يعني إيران ونظامها، تجدها في العراق، تجدها في اليمن، تجدها في البحرين، وهذه المناطق قبل الإسلام
الشام كانت مناطق فيها نفوذ إيراني، يعني وهذا لا يعني أنه هي كانت مناطق إيرانية، لأنه كانت هناك قبائل عربية موجودة في تلك المناطق، لكن هي بسبب قوتها في تلك الفترة كانت محتلة لها، لذلك هي تريد أن تعيد مجد هذه الدولة. وبالمقابل إسرائيل تريد أن تعيد مجد دولتهم اليهودية، وبالتالي هناك وحدة هدف ما بين هذين الطرفين. اسمح لي أن أنتقل للأستاذ أحمد كامل. أستاذ أحمد، يعني إيران أو الأحزاب التابعة لها أو الميليشيات دائما ومنذ يعني منذ سنة 79 تنادي بأن القدس ستكون أو سيكون الطريق إليها عبر بغداد، والآن وبعد مرور أكثر من 17 سنة على احتلال العراق و 18 سنة نلاحظ أن جميع التصريحات الإيرانية تصب في هذا الاتجاه، منها ما أن الولايات المتحدة ما كانت تستطيع أن تحتل العراق لولا وأفغانستان لولا طهران، لولا نظام طهران، والآن الأمر الواقع يقول أن إيران تحتل 4 عواصم عربية. ترى ما هي الأوراق التي تملكها إيران لكي تناصف مثلا هذه الدول على النفوذ؟ هل هو الاتفاق النووي من وجهة نظرك أم ماذا؟ أولا استخدام إيران للقضية الفلسطينية وحزب الله طبعا والنظام السوري طبعا جماعة إيران، استخدام للقضية الفلسطينية كأسلوب للدعاية، سببه أن القضية الفلسطينية قضية عادلة فعلا، الظلم في فلسطين فادح، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني شيء يعني مخيف، مخيف جدا، بطريقة مدروسة طويلة النفس مضى عليها ما يقرب من 100 سنة، هي إفراغ أرض من شعبها وإحلال شعب آخر يأتي من كل أنحاء العالم لكي يحل محله. فإذا هي قضية عادلة جدا، قضية تستعطف الجماهير العربية كلها، كل العرب وكل المسلمين يشعرون بتأنيب ضمير تجاه ما يجري في فلسطين ويشعرون بواجب تجاه فلسطين. فإذا بالنسبة للإيرانيين وأتباعهم بشار الأسد وحسن نصر الله والميليشيات التابعة لهم في العراق والأحزاب التابعة لهم في العراق، بالنسبة لهم القضية الفلسطينية قضية مثالية للاتجار بها، قضية عادلة، ظلم متواصل، قتل متواصل لا ينتهي، وإحساس جماهيري صادق نراه الآن من قبل كل العرب وكل المسلمين بوجوب التعاطف، كل عربي وكل مسلم يشعر بأنه مقصر تجاه القضية الفلسطينية، عليه واجب كبير ولكنه لا يفعل شيئا، فيأتي الإيراني ويقول له لا تخف أنا سوف أقوم بما يجب عليك أنت أن تقوم به ولا تستطيع أن تقوم به. فإذا هم يلعبون على ورقة حساسة ذات قيمة كبيرة وعلى مشاعر حساسة وصادقة عند العرب وعند المسلمين، ولكن هذه اللعبة تتكشف، يعني بحسب إحصائية لمعهد لجيمس زغبي في الولايات المتحدة الأمريكية كان 80% من العرب يصدقون هذه الدعاية، 80%. وأنا في يوم من الأيام كنت منهم، كنت أصدق هذه الدعاية. الآن 20% فقط من العرب يصدقون هذه الكذبة لأنها انفضحت في العراق، انفضحت في سوريا، وانفضحت في لبنان، وانفضحت في اليمن، وانفضحت في فلسطين. خليني أخبرك أنه فيلق القدس اللي عملته إيران يحارب الآن وحارب في أكثر من 25 دولة في كل أنحاء العالم، طبعا في العراق، طبعا في سوريا، طبعا في لبنان، طبعا في اليمن، طبعا في البحرين وفي قبرص وفي بريطانيا وفي الأرجنتين، وصل إلى الأرجنتين، وصل إلى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ولم يصل إلى القدس ولا مرة. اسمه فيلق القدس، والآن قضية القدس في لحظة لم تمر بمثلها في تاريخها كله، ولم يطلق ولا رصاصة واحدة على القدس. يوجد شهداء من أجل فلسطين من سوريا بعشرات الألوف، من مصر حوالي 100,000، 100,000 مصري استشهد من أجل فلسطين أو في حروب ضد إسرائيل.
ألوف العراقيين، ألوف العراقيين ضحوا من أجل فلسطين أو في الحرب مع العدو الإسرائيلي. الكويتيين، يوجد كويتيين وسعوديين ومغاربة، الكثير من المغاربة قتلوا من أجل فلسطين وفي الحرب مع العدو الإسرائيلي. ولا يوجد إيراني واحد ولا واحد مات من أجل فلسطين ولا في حرب مع إسرائيل، ولا واحد على مدار 100 سنة، على مدار 100 سنة. فإذا هي دعاية كاذبة تمسك بقضية مثالية، مثالية لأن الشعوب كلها متعاطفة معها والشعوب كلها عندها عقدة نقص تجاه هذه القضية بأنها يجب أن تفعل وهي لا تفعل، فيأتي هذا الكذاب ويقول له خليك بحالك، أنا سوف أقوم بهذا العمل. ولكن هذه الكذبة تتراجع كما قلت لك، انخفض عدد الذين يصدقون هذه الكذبة بالأرقام من 80% إلى 20%، وأنا متأكد من أنه سوف يأتي يوم ويصبح 0%، وهذه الورقة لن يمكن استغلالها من قبل الإيرانيين لتمرير السياسات الإيرانية. يعني هذه الكذبة، أما الهدف الحقيقي فهو سياسات إيرانية معادية للعرب. العرب هم أعداءها التاريخيين والوحيدين. إيران ليس لديها في هذا العالم عدو إلا العرب فقط حصرا، وهي تتبع سياسات لتدمير وتفتيت الدول والمجتمعات العربية. بدأت بالعراق ثم سوريا ثم لبنان ثم اليمن، ولكنها لم تتوقف، هي الآن تضرب في السعودية، في صواريخ مصنوعة في طهران تضرب على الحجاز، على ديارنا المقدسة، وتضرب على نجد، تضرب على الرياض، تضرب على مناطق لم يضربها أحد في التاريخ كله، في التاريخ كله لم يجرؤ أحد أن يضرب الحجاز إلا إيران في التاريخ كله. أتحدى أنه يكون في جهة في العالم ضربت الحجاز إلا الصواريخ الإيرانية فقط من يوم وجد الإسلام حتى الآن من 1400 سنة. نعم، فالهدف الحقيقي هو سياسات هيمنة إيرانية في غاية الخطورة، في غاية الخطورة على كل المنطقة العربية، على كل المنطقة العربية. حتى الآن هم يحتلون 4 عواصم عربية كبيرة ومهمة للغاية، بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، ولكن هذا ليس النهاية، هذا ليس كل شيء. هم يريدون كل المنطقة العربية كلها. نعم أستاذ نظير، يعني بحسب تصريح للدكتور مثنى حارث الضري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، الشعب العراقي مستنفر تجاه قضية فلسطين، ورغم محاولات العملية السياسية صرف النظر عن هدف، صرف أنظار الناس في العراق عن الهدف الأبرز والأسمى لأمتهم. من وجهة نظرك، هذه الهبة التي شهدناها للشعب العراقي مثل باقي الشعوب العربية والشعوب المسلمة، كيف تصفها في ضوء هذه المحاولات وهذا السعي المتواصل من قبل العملية السياسية وبالمعطيات الموجودة، يعني بالواقع الحالي في العراق، جميع القطاعات منهارة، واقع المجتمع العراقي سواء الاقتصادي أو المعاناة التي يعاني منها المجتمع في ضوء يعني محاولات إفساده ومحاولات إدخال المخدرات ومحاولات كثيرة، هل ترى أن هذه الهبة يعني التي الجميع انبهر بها، هل تراها أنها ستفعل شيئا إيجابيا في إطار هذه الجرائم المرتكبة سواء كان في العراق؟ نعم، في البدء أقول لك يعني أنه لا أحد يستطيع أن يزايد على شعبنا العراقي بمدى حبه ومساندته لنضال الشعب الفلسطيني. يعني أخي مثلا، يعني لا توجد حرب حدثت ما بين إسرائيل والبلدان العربية إذا لم يكن الجيش العراقي مشاركا فيها منذ العهد الملكي إلى عهد الجمهوريات، ولم يتخلف عن أي مساندة للشعب الفلسطيني وبأي شكل من الأشكال، بل تجد أن الثقافة السائدة ما بين الشعب العراقي هي ثقافة تساند نضالات الشعب الفلسطيني، وهي ضد
الكيان الصهيوني بكل أبعاده، بل يعتبر من يتعامل مع الكيان الصهيوني هو خائن بكل دساتير العراق السابقة، بل حتى شعبيا يعتقد أو يعني يعتبر من يتعامل مع الإسرائيليين هذه جريمة كبرى لا يمكن مسامحة فيها. وإذا عرجنا على ما يعني نقول من ثورة تشرين والانتفاضات التي سبقتها وكيف أنهم خرجوا ضد هذا النظام وأحزابه وميليشياته، وكانت لديهم مواقف وطنية ومواقف أيضا مساندة للشعوب المضطهدة والمحتلة. حقيقة الشعب العراقي حينما انتفض وخرج للتظاهرات هو يشعر أنه لا يختلف عن الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني محتل من قبل إسرائيل والعراقيون محتلون من قبل إيران. هذه واقع الحال، يعني إيران محتلة العراق وتحكم العراق من خلال أدواتها من ميليشيات وأحزاب. لذلك يعني لا يجوز المزاودة على وطنية الشعب العراقي. لكن هناك ملاحظة يعني أريد أن أوضحها لبعض الأشخاص الذين نحسن الظن بهم ونقدر جهودهم، إنه يربط ما بين إيران ومحورها من ميليشيات وأحزاب وما بين نظال الفصائل الفلسطينية. ماذا يريد من ذلك من وجهة نظرك؟ يعني هو هذا التدليس حينما تكون هناك دعاية قوية جدا من المحور الإيراني بأنها تدعم الفصائل الفلسطينية، يتصور بعض الأشخاص الذين ليس لديهم اطلاع بأن هؤلاء شيء واحد، والحقيقة هذا منافي للواقع. يعني من يكون رافضا للمحور الإيراني ومشروعه وميليشياته لا يعني هذا أنه يكون رافضاً لمقاومة الفلسطينيين للمحتل الإسرائيلي، شتان ما بين الأمرين. يعني حينما تدعي إيران بأنها تساهم أو تساعد الفلسطينيين، لم نرى مساعدة أكثر مما تكون إعلامية. يعني يقال الآن، قادة المقاومة تقول الآن منذ سنين طريق الأنفاق والتهريب السلاح قد قطع، من أين يأتي السلاح الإيراني الذي يدعون؟ اسمح لي أستاذ نظير في هذه النقطة ننتقل للأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، هناك محاولات لتشويه صورة المقاومة في فلسطين في غزة تحديدا، إلى أي مدى تراها أنها تشبه محاولات يعني إعطاء المبررات لعمليات التهجير القسري والقتل التي جرت في العراق؟ طبعا السبب والذي يتحمل المسؤولية هو إيران. إيران تقدم شيء من الدعم البسيط للغاية لبعض الفصائل الفلسطينية، وتريد مقابل ذلك أن تحصل على ورقة توت تستر به عوراتها البشعة. هذا استغلال في غاية البشاعة، وهذا تصر عليه إيران. هي تقول أنها هي التي تسلح حماس. في الحقيقة السلاح الذي تستخدمه حماس هو سلاح بسيط ويصنعه الشباب حركة حماس وليس الإيرانيين، وما في طريقة لوصول السلاح من إيران إلى حركة حماس. ربما يكون هناك بعض الدعم المالي. يعني خليني أبسط الموضوع للناس بكلام كتير صعب. ما تفعله إيران مع الفلسطينيين هو أو مع حركة حماس تحديدا، مع حركة حماس، هو من يأتي إلى امرأة على وشك الموت جوعا ويعرض عليها رغيف خبز مقابل أن يحصل على شرفها. هذا ما تفعله إيران، تريد أن تساعد بعض الفصائل الفلسطينية مقابل أن يعني تنتهك شرف فلسطين بأن تقول بأنها هي المدافع عن فلسطين، وهي ليست كذلك، وهي ليست كذلك. هي لا تدافع عن فلسطين ولا تساعد الفلسطينيين، بالعكس تقتل الفلسطينيين وتعذبهم وتشردهم. وحتى من ناحية الفصائل الفلسطينية، إيران لعبت دورا في غاية البشاعة، دورا تقسيميا ودورا مشوها للقضية الفلسطينية ودورا مشوها للفصائل الفلسطينية. يعني تقول تعطي حماس بعض من الدعم مقابل أن تصبح حماس مجرد ورقة بيديها، وهذا فعل في غاية الدناءة، وهذا فعل في غاية الدناءة تقوم به إيران تجاه القضية الفلسطينية، وهذا للأسف أحيانا يؤدي إلى خسارة الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية وحركة حماس للكثير من التعاطف العربي، وهذا لا يجوز.
لأنه هذه لعبة خبيثة. هل تعتقد أستاذ أحمد أن هذه البروبوغاندا أو الدعاية هي مقصودة لتشويه صورة المقاومة في فلسطين؟ نعم، هذا شيء مقصود. أولا تستفيد إيران بأنها تزعم بأنها هي حامي القضية الفلسطينية، والخسارة الثانية والتي تكون أشد قسوة هي تشويه القضية الفلسطينية وتشويه بعض الفصائل الفلسطينية، وهذه من الآثار الأبشع للتدخل الإيراني في هذه القضية. طيب. تماما كما يقول الشاعر العربي: وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجربي. عندما تقرن اسم القضية الفلسطينية باسم النظام الإيراني فبالتأكيد سوف يلحق ضرر بالقضية الفلسطينية، وهذا لا يجوز، يجب أن لا يحصل. هذا ما تريد إيران. طيب أستاذ أحمد، أخيرا، ما المطلوب عربيا وإسلاميا أو دوليا لإيقاف هذه الجرائم التي ترتكب؟ جرائم التهجير القسري، جرائم القتل، التضييق، التغييب القسري التي تحدث ولا زالت في العراق وأيضا في فلسطين. أولا أنظمة عربية لا يوجد، دول عربية لا يوجد، يعني نحن عندنا أنظمة همها البقاء في السلطة فقط، ما في عندنا دول، ما في عندنا دولة نستند إليها. في أنظمة أغلبها يريد رضا إيران ويريد رضا إسرائيل يبقى في السلطة. نحن في أسوأ لحظة في تاريخنا مطلقا من ناحية الأنظمة، لا يوجد أنظمة عربية تستطيع أن تطلب منها أي شيء، لأنها إما عاجزة كليا أو متواطئة، هي يا أما عاجزة يا أما متواطئة. وإذا بتحب أعدلك كل الأنظمة العربية وبقول لك ماذا فعلوا. فنحن يجب أن لا نعول على الأنظمة، يجب أن نعول على الشعوب، يجب أن نعول على أنفسنا. ونحن في عصر الثورات، الثورات العربية هي التي نعول عليها، التي انطلقت في 2011 في مصر ثم تونس ثم مصر ثم ليبيا ثم اليمن وسوريا، ثم الموجة الثانية التي كانت في السودان والجزائر، ثم الموجة الثالثة الرائعة التي كانت في العراق وفي لبنان. على هؤلاء يجب أن نعول، ولا يمكن أن نعول على الأنظمة العربية مطلقا، لأنها إما عاجزة وإما متواطئة. شكرا لك أستاذ أحمد. أستاذ نظير، أخيرا، يعني التعويل على الشعوب، على الثورات العربية، أستاذ أحمد كامل، كيف تعلق على ذلك في ضوء ما ترى من مواقف دولية ومواقف عربية وإسلامية تجاه قضية فلسطين، التي شهدنا أن جميع الشعوب المسلمة متعاطفة وتريد إيقاف هذه الجرائم ولكن لا جدوى؟ يعني أنا لا أذهب بعيدا عن ما ذهب إليه الأستاذ أحمد وأقول أن هذا الوقت هو دور الشعوب، لا نعتمد على مواقف الأنظمة ولا مواقف هؤلاء من يدعون بأنهم أسياد المقاومة. من العجيب أنه يعني التدليس الإعلامي اللي يقوم به المحور الإيراني، قبل يومين شفت حساب لأبو عبيدة، أبو عبيدة طبعا هو القائد في غزة، ومكتوب: نشكر قائد المقاومة مقتدى الصدر على موقفه المساند للقضية الفلسطينية. بعد أن تحريت عن الحساب طلع الحساب أصلا في بغداد، يعني معناته أنه يتقولون على قادة المقاومة الفلسطينية كلام لم يقولوه، ويدلسون على الناس بأن الفلسطينيين ممنونين جدا من الدعم الميليشياوي والدعم الإيراني، وهذا عار عن الصحة. أنا أقول أن الشعوب يجب أن تقول قولتها على مستوى فضح هذا الميليشيات والمحور الإيراني وادعائه بأنه هو مساند المقاومة، وكشف زيفهم وكشف متاجرتهم بهذه الشعارات. الأمر الآخر، أنا يعني كعراقي وأنا في داخل العراق، إذا أريد أن أساند الموقف الفلسطيني فعلي أن أوجه جهدي ضد هذا الحكم الميليشياوي الموالي لإيران. لو كنت فلسطينيا علي أن أوجه جهدي للنظام العسكري الذي يحاصر غزة، لو كنت في أي بلد عربي علي أن أوجه جهدي في ضد هذه الأنظمة المتخاذلة التي هي من كانت
السبب في الوضع المأساوي للفلسطينيين، هي من ساندت دول التطبيع كأنهم يعني جاءت لهم منحة من السماء أنه يذهب للتطبيع مع إسرائيل. هذا الأمر يجب أن يكون للشعوب العربية موقفها، ونحن نرى الآن في مواقع التواصل في العراق، في مصر، في دول الخليج، في كل دول العالم العربي، وجدنا أن الشعوب العربية كلها متضامنة مع الفلسطينيين، حتى اخرست الجيوش الإلكترونية التابعة للأنظمة. الآن تغير، الآن حاليا هو موقف الشعوب، الآن عصر الشعوب هي التي تقول كلمتها وتحدد مصيرها. شكرا لك أستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي العراقي ضيفي في الاستوديو، ونشكرك شكرا جزيلا الأستاذ كامل أحمد كامل الكاتب والباحث السياسي السوري. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله. We'll be right back.